قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الدورة فارس اليوم الأحد 18 شباط 2024 إن إدارة السجون الإسرائيلية نقلت الأسير مروان البرغوثي من العزل الانفرادي بسجن ريمونيم إلى العزل الانفرادي بسجن الرملة. وأضاف فارس في تصريحات صحفية: يأتي ذلك بعد تصريحات بن غفير مؤخرة حول قضية عزله والتي هي محاولة جديدة للاستعراض أمام الرأي العام الإسرائيلي، خاصة أن هذه التصريحات تأتي بعد مرور نحو شهرين على نقله من سجن عوفة إلى العزل الانفرادي في سجن آيلون الرملة ثم إلى عزل ريمونين، وذلك في إطار استهداف كافة الأسرة بعد 7 أكتوبر وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة عبر عمليات النقل الواسعة والعزل الجماعي والانفرادي إلى جانب عمليات التعذيب الممنهجة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد ارتفاع عدد الإرهابيين الذين حيدتهم القوات الجيش التركي شمال العراق إلى 8 إرهابيين. وذكرت الدفاع التركية في بيان: قوات الجيش تواصل عملياته ضد إرهابي تنظيم البي كي كي شمال العراق بعد محاولتهم التسلل لنقطة عسكرية تركية، وأكدت تحييد إرهابيين 2 في منطقة عملية المخلب القفر بعد تحييد 6 إرهابيين أمس السبت. والسبت أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 6 إرهابيين واستشهاد جندي خلال اشتباكات بين قوات الجيش وإرهابي تنظيم البي كي كي شمال العراق. وذكرت الدفاع التركية في بيان أن إرهابي البي كي كي حاولوا التسلل إلى نقطة عسكرية تركية في نطاق عملية المخلب القفر شمال العراق. أعلنت الولايات المتحدة الأحد أنه لم يتم اعتماد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة في حال طرحه للتصويت أمام مجلس الأمن بصيغته الحالية، في تلميح إلى أنها ستصدر فيتو ضد القرار. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في بيان نشر على الموقع الرسمي للبعثة إن الولايات المتحدة تعمل منذ أشهر على التوصل إلى حل مستدام للصراع في غزة بحيث يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب. وأضافت: وفي محاولة للبناء نحو هذا المستقبل تعمل الولايات المتحدة على صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس من شأنها أن تجلب فترة هدوء فورية ومستدامة إلى غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، تمنحنا الوقت للقيام بالخطوات اللازمة لبناء سلام أكثر استدامة. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى عدة مكالمات الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة مصر وقطر لدفع هذه الصفقة إلى الأمام، وعلى الرغم من استمرار وجود فجوات إلا أن العناصر الأساسية مطروحة على الطاولة. تتصدر ألمانيا وبريطانيا قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم إسرائيل بالأسلحة، رغم أن الأخيرة تحاكم بتهم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من قبل محكمة العدل الدولية ووسط الضغوط المتزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد تقليدي للأسلحة لإسرائيل، إلا أن ألمانيا وبريطانيا تقدمان أيضا دعما كبيرا لإسرائيل لسنوات عديدة وفقا للبيانات الحالية الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. قدمت الولايات المتحدة 70% من إمدادات الأسلحة التقليدية لإسرائيل في الفترة 2011-2020، وتليها ألمانيا بنسبة 23% وإيطاليا بنسبة 5%. ووفق منظمة الحملة ضد تجار الأسلحة البريطانية غير الحكومية فإن ألمانيا والمملكة المتحدة لا تقدمان بيانات تصدير الأسلحة بشفافية، ومع ذلك وفقا لقاعدة البيانات التي أنشأتها المنظمة من المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مفتوحة، ففي الفترة 2015-2020 وافقت الحكومة الألمانية على بيع أسلحة بقيمة 1.4 مليار يورو على الأقل إلى إسرائيل. كشفت مصر وثائق نادرة من حرب خاضتها ضد إسرائيل في أكتوبر تشرين أول 1973، ونشرت وزارة الدفاع المصرية عبر موقع إلكتروني في وقت متأخر من مساء السبت الوثائق تحت عنوان وثائق حرب أكتوبر 1973 أسرار الحرب. وسلطت الوثائق الضوء على أسرار الحرب منذ حرب يونيو حزيران 1967
التي أسفرت عن احتلال إسرائيل لسيناء شرق مصر مروراً بالتخطيط الاستراتيجي العسكري. وكشفت الوثائق عن تفاصيل من إدارة حرب 1973 بمراحلها حتى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية ودور الإعلام والهيئات الدولية والإقليمية. واحتفلت مصر في أكتوبر تشرين أول 2023 بمرور 50 عاماً على حرب أكتوبر تشرين أول 1973. ولم تفصح وزارة الدفاع المصرية عن السبب في نشر تلك الوثائق بعد أشهر من الاحتفال بانتصارات أكتوبر التي عادت ما تكون شعبية ورسمية داخل وخارج البلاد.